والله يعني. دكتور احمد يا الصراحه يعني انا هذيك المره طلعت قبل بمره معه، والصراحه يعني كان عندي وجع بالصدر يعني، ودني على الطريقه والحمد لله يعني استفدت عليها كثير يعني، انت دلتني على الطريقه القديمه والحمد لله استفدت عليها كثير، وجزاك الله كل خير يعني، داخل يساعد الناس والله يجزيه خير يعني، طريقه حلوه منه كثير وجزاه الله كل خير. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير على الكلمة الجميلة. يعني انت كده بتدعمنا ان احنا نكمل، يعني نمشي في الطريق لعل ننقذ حياة انسان او نساعد حد ممكن يكون محتاج المساعدة. ما عندي وقت انه تطلع، ما عندي وقت انه كذا يعني، الحمد لله وقت عم تطلع معي انت وقت الوجع الحمد لله يعني. الله يسعدك، يعني انت عشان انت راجل طيب ومحترم، فربنا بيرزقنا الناس الطيبين المحترمين يعني. لك يا رب ان شاء الله هيك بالتوفيق لك يا رب، وان شاء الله هيك الله يرفعك بمقامك اكثر، الله يخليك، الله نجاح الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بالتوفيق لك يا رب، انت زلمه تستاهل والله يا رب الله يخليك، الله يسعدك، يلا يومك سعيد، حياتك كلها سعادة، أنا فخور إن أنا طلعت معاك، وإن شاء يا رب، ان شاء الله هيك بالنجاح. الله الله يسامحك، يخليك، سلام يلا في عليكم. رعاية الله، السلام عليكم، مع السلامة.